للأسف عندي اليوم أخبار مش كويسة خالص. للأسف مضطر إن أنا ملعبش أولمبيا. زي ما شفتوا كده يا جماعة، كابتن حسن مصطفى نزل بتصريح تقريبا من حوالي يومين إن هو مش هيدخل أولمبيا 2022 على الرغم من كل الفحت والردم اللي هو كان عامله ده بسبب وعكة صحية، وده اللي هنناقشه في الفيديو بتاع النهاردة. السلام عليكم، ازيكم شباب؟ ايه الاخبار؟ معاكم ايجو داميجو فات فورمتك في البيت. صراحه يعني الفيديو ده حزني جامد جدا، لان انا متابع كابتن حسن مصطفى وشفت التطورات بتاعته، ان الراجل كان بصراحه كان عامل عظمه، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. يا ريت يا جماعه لو اول مره تشوف انت تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات برضو علشان لما انزل لك فيديو يوصل لك كل جديد. تعال نشوف بقى ايه اللي حصل بالظبط، يعني ايه اللي يخلي كابتن حسن مصطفى ما يدخلش الاولمبيا قبلها بكام يوم، يعني ايه الظرف الطارئ جدا اللي يخلي الدنيا تبوظ قوي كده ويقلب الموازين. لأسباب صحية، للأسف الفترة اللي فاتت جالي فيروس في المعدة وسبب لي إسهال، وبعد كام يوم سبب لي إسهال دموي. بصوا يا جماعة، أنا ليا خلفية كبيرة قوي في موضوع الإسهال الدموي ومشاكل المعدة. لو أنت بتابعني من فترة كنت هتاخد بالك يعني إن أنا عندي حاجتين، عندي كرسومة المعدة الإتش بايلوري، وعندي حاجة تانية اسمها الطفيلي، هو نوع طفيلي اسمه الأميبا. الاتنين دول حرفيا يعني نوع بكتيريا ونوع طفيلي. لو سمعت بكتيريا وطفيلي تقولي الهبل ده، بس يا جدعان والله العظيم يعني عايز اقول لكم ان هم دخلوني المستشفى وكنت هموت بسببهم حرفيا. مش متأكد بصراحة، يعني مش متأكد اذا كان هو فيروس فعلا ولا هو حاجة من الحاجتين اللي انا قلتهم دول، بس كل الاعراض اللي هو هيقولها بتتماشى معاهم. اولا تحس ان انت مالكش نفس خالص ان انت تاكل، على طول عايز ترجع، بيحصل لك ارتجاع في المريء، قرحة في المعدة، اسهال دموي. كل الكلام ده اصلا بسبب ان انت ما بتقدرش تاكل اي حاجة، واي حاجة بتاكلها او بتشربها يا اما بترجعها يا اما بتطلعها، فالجسم السوائل بتاعته بتبوظ او الاملاح المعدنية بتاعته بتختل، فبالتالي طبعا ممكن يحصل لك جفاف زي السلام عليكم. طبعا انا فضلت فترة طويلة جدا مش قادر اخد حتى انتيبيوتكس، كل حاجة بتعلق لك بمحاليل، جسمك بيرفض كل حاجة حتى المية، من مجرد بس شم ريحة الاكل في الشارع او في اي حتة انت حرفيا بتبقى عايز ترجع. فالوضع حرفيا صعب جدا ومش سهل. الاتش بايلوري بيجيلك من التلوث الغذائي، والاميبا عندنا كلنا بس بتنشط عند بعض الناس بسبب برضو الوساخة للأسف. فخلينا نكمل الفيديو. فرحت كشفت وعملت تحليل وبتاع، طلع الفيروس سبب لي مشكلة كبيرة على الكلية وسبب لي جفاف. طبيعي. وبعد التحليل ومراجعتي مع الدكتور والكلام ده كله نصحني ان انا ما اكملش تجهيز. طبعا زي ما احنا عارفين يا جماعة ان اي بطولة في الدنيا بتحتاج سحب مية. انت قبل البطولة باسبوع بيبقى في حاجة اسمها بيك ويك بتنزل فيها المية، ولو انت بروفيشنال اثليت او اثليت او بادي بيلدر بتاخد حاجة اسمها دايريتكس، حاجات مسهلة او حاجات بتخرج المية من الجسم علشان تبان بيلد او العضلة ناشفة قوي، يعني جلد على العضلة زي ما بنسميها كده. فطبعا الحوارات دي كلها هتحط لود فوق اللود على الكلية اللي هي اصلا متضررة. فالدكتور قال له لا يا باشا، انت ما احنا مش هنحط ريسك فوق الريسك، اصلا هو الموضوع اصلا يعني صحتك اهم بالدنيا يا كابتن حسن بجد والله، على الرغم من المستوى الرهيب جدا اللي انت وصلت له، بس ان شاء الله تتعود. ولو تكملت تجهيز او عرضت جسمي لاي فترة لاي جفاف الفترة الجاية في مخاطرة كبيرة كتير على صحتي، وطبعا يعني الصحة اهم من اي شيء. بس يعني انا كان نفسي ان انا العب اولمبيا واكمل واكون. معلش يا كابتن والله، يعني صحتك اهم بالدنيا يا جماعة. بصوا في حد كده لما بتوصل له لا ما تكملش بعده خلاص، هتيجي على صحتك في اي حاجة في الدنيا. الصحة يا جماعة والله العظيم فعلا صدق المثل، الصحة تاج على رؤوس الاصحاء لا يراها الا المرضى. فعلا اللهم لك الحمد والشكر، احنا صحيين اكلين شاربين نايمين بنعم من ربنا سبحانه وتعالى، ومش بنشكر ربنا عليها اصلا. اللهم لك الحمد والشكر، ما بتحسش بكل النعم ديت اللي بتروح منك الا لما تتعب. فلا يا كابتن معلش، يعني قرار سليم 100%، وان شاء الله باذن الله تعمل عظمه. انت اصلا كده كده اوريدي عامل عظمه، بس صحتك بالدنيا. موجود معاكم في اولمبيا، بس للاسف يعني قدر الله ما شاء فعل الحمد لله. الدكتور قال لي دلوقتي لازم توقف، يعني مخاطره كبيره انك يعني تعرض جسمك لفتره جفاف. وانتوا عارفين يعني اخر اسبوع قبل اولمبيا اساسا سحبه الميه،
ومنعني من اي تابلت اي حاجه عشان طبعا. كله ده عامل لود على الكليه. هو الحمد لله انت هو الراجل بيبقى دول بس رخم شويه، بس يعني قدر الله ما شاء فعل، الخير في مقدور الله. اللهم وانا خلاص قررت ان انا ما اكملش الامبيا. قرار سليم يا كابتن بصراحة، على قد ما أنا متضايق وهو طبعا متضايق وكلنا متضايقين، بس الصحة يا جماعة والله العظيم. أنا لحد النهاردة اللهم لك الحمد باخد الكونتر لوك وباخد الأدوية بتاعة جرثومة المعدة، لأن للأسف لما بتجيلك جرثومة المعدة مرة ممكن تخمل، إنما إن هي تروح من عندك تماما هي والأميبا ديت، الأميبا بتخمل برضو وبتتحوصل. فالموضوع الموضوع بجد يا جماعه سيء جدا، ارجوكم ما تستهونوش بغسيل ايديكم، خضار تغسلوه كويس قوي يا جماعه، تغسلوه بخل، تغسلوه لو ما عندكم الفرشه دي تغسلوها بالله عليكم، لان الموضوع بجد سيء جدا. الميه 99% تقريبا من الكوكب عنده الميكروب الحلزوني بسبب الميه الجميله اللي احنا بنشربها، والمفروض يعني ان هي متفلتره. بس ده الفيديو بتاع النهارده، يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، وما تنسوش تشتركوا في القناه، تابعوني على التيك توك الانستجرام والفيسبوك. واخيرا بالنسبه للتدريب الاونلاين هسيب لكم اللينك بتاع التواصل في الديسكربشن بوكس او في صندوق الوصف. شكرا شباب، ان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي. بيس.